طيب احنا بقى هنا عايزين نقف عند الكلام اللي قالته الرئيس التنفيذي لنادي سامبا، والكلام الكبير عن ان دي لحظة تاريخية بتشهدها وبيشهدها ناديها. احنا معانا كابتن ربيع ياسين علشان يعلق معانا على هذا الموضوع. اهلا بيك يا كابتن ربيع. اهلا بيك يا كابتن سامي، اهلا بيك يا كابتن. كابتن ربيع بنرحب بيك، مساء الخير عليك ومبروك الدوري. يعني كلمة انت متعود عليها، كم مرة سمعتها كابتن كلمة مبروك الدوري ديت؟ اهلا بيك كابتن هاني، مبروك للنادي الاهلي طبعا، البطوله رقم 42، مبروك البطوله رقم 5 على التوالي. صحيح. مبروك لمجلس الاداره، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك للاعبين، مبروك للجماهير، مبروك لكل الاجيال. وده النادي الاهلي، واحنا متعودين يا هاني احنا نقول مبروك على الدوري. الدوري ده بفضل الله تعالى حاجه خاصه لجمهور النادي الاهلي. صحيح. مجهود كبير. اتفضل اتفضل. اهلاوي اهلاوي، الدوري اهلاوي، دوري عارف مكانه فين، عارف مكان. في الجزيره دايما في مكانه. يعني لما بخرج كده من المسجد وابص على الشمال الاقي الدرع المفروض منور الدنيا، ولا ناس بتتصور معاه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني بطوله مفضله الجميع بيتعب فيها، الاهلي منظومه كامله متكامله، الجميع بيخاف على الكيان، الجميع بيحب الكيان، الجميع عاوز يبدع الكيان ويحطه في المقدمه. هو ده ميزه انتصارات النادي الاهلي، بيتعب ادارته، بتتعب جمهوره، بيتعب لاعبيه، يكتبوا عن جدارة جمهوره، جمهور وافي جدا، المدربين احسن المدربين بيجوا في النادي الاهلي. اللي اقصده ان الجميع بيشتغل عشان يكسب البطوله، مش الجميع بعشوائي، لا احنا منظمين جدا، احنا منسقين جدا، احنا شاطرين جدا جدا، احنا بنحب بعض جدا جدا. فالمنظومه بفضل الله تعالى، عشان كده الدوري كتير، مفيش 42 بطوله بتروح نادي واحد. صحيح. الا بالله يا كابتن هاني، مظبوط، الا بالجهد والكفاح والاخلاص والالتزام والتركيز والتخطيط والنظام والحب والتعاون. انا بهني اداره النادي الاهلي وبهنيكم طبعا، وبنهني انفسنا واحنا سعداء جدا 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 بدرع النادي الاهلي، لانه بقى في مكانه المفضل هو النادي. كلامك كابتن ربيع كلام مظبوط جدا، وباخد دايما من كلامك كابتن ربيع، حضرتك كابتن كبير وكابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر، وياما كسبت بطولات كتيره جدا جدا. السر في بطولات النادي الاهلي اعتقد في جزئين، العمل الجماعي زي ما حضرتك بتتكلم كده، ان مفيش حد واحد بينسب هذه البطوله لنفسه، لو ايا كان، لو رئيس مجلس اداره او مدرب او لعيب، الكل بيقول ان هذه البطوله او بطوله الدوري هي نتاج لجميع العاملين في منظومة كرة القدم، محدش بينسب النجاح لنفسه لوحده أبدا. والجزء الثاني كمان اللي حضرتك بتتكلم عليه، أن النادي الأهلي دايما دايما بينظر لرقم واحد، عمرنا ما بصينا لرقم اتنين ديت خالص، احنا بالنسبة لنا رقم واحد هو دايما، هو ده الرقم النادي الأهلي بيجري وراه. طبعا بص يا كابتن، احنا كل اللي بيدخل ويشتغل تعب اسم النادي الأهلي بيوطي، مفيش هو صحيح. اصغر واقل من الكيان، الكيان هو الكبير، الكيان هو النجم، الكيان هو المنظومه، الكيان هو خد بالك هو التوب بتاعنا يعني الكيان. طبعا فعشان كده كلنا صغيرين بما فيهم رئيس مجلس اداره، مظبوط، عشان الكيان، مظبوط، هو ده سر نجاح النادي الاهلي. مظبوط يا كابتن، بنحب بعض، كلنا بنحترم بعض، كلنا بنحب النجاح. شوف يا هاني الهزيمه النهارده بتسبب لنا ايه؟ كنا بنقعد في المده بتوع المباراه، مظبوط، بنقعد نعيط عشان المباراه، ازاي نقابل الجمهور؟ ازاي ما نحافظ على الكيان؟ ازاي ونيجي من الصبح بدري عشان نقعد وعشان نصحح اخطائنا وعشان نشتغل وعشان ناكد ايجابياتنا؟ مظبوط يا كابتن، الحمد لله. فالكيان منظومه كامله، كل اللي بيجي بيحبه، كل اللي بيجي عاوز يخدمه، كل اللي بيجي بيفضل الكيان على نفسه. عندنا روح طيبه، عندنا عتبه جميله جدا، عندنا تفاهم، عندنا انسجام، عندنا احترام يا كابتن ربيع، احترام والتعامل باحترام في كل تقدير. المستويات ده نقطه مهمه جدا، انك احترام رئيس مجلس الاداره لاعضاء مجلس الاداره، احترام رئيس مجلس الاداره للاداره الفنيه للاعبين، احترام اللاعبين الصغيرين للكبار، احترام اللعيبه لمدربهم. يعني طبعا الاحترام ده كمان ده مدرسه، مدرسه النادي الاهلي. بص يا هاني، انت في يوم من الايام فلحت صغير، كان عندك 20 سنة واحنا كنا كبار، مظبوط، ما اختلفناش لحظة. صحيح. شوف كنا امبارح، تعالى هاني اقعد هاني، صح. يعني بص، الصغير بيحترم الكبير والكبير بيحتضن الصغير، دي مدرسة طبعا. النادي الاهلي. تعالى شوف مدرسة النادي الاهلي بره في الخارج، أي مدرب في النادي الاهلي النهاردة بيخرج يشتغل بره، شوف جهد العمل والكفاح والإخلاص والنظام، مظبوط، بيترك بصمة فنية رائعة، شغل مش بتاع أي حاجة في أي حاجة. فدي مدرسة احنا بنبقى، أنا شخصيا بتشرف إن أنا كنت في يوم من الأيام لاعب في هذه المنطقة، واحب النادي الاهلي وافضل احبه لحد ما اموت طبعا.
ويشرفني ان انا وقتي كله بضيف النادي الاهلي، واحب اشوف النادي الاهلي في المقدمه بصرف النظر عن اي حاجه، دايما في المقدمه ويفضل في المقدمه ان شاء الله. دايما يا كابتن نبارك له على الدوري دايما باستمرار بعمر دايما ان شاء الله. مكانه النادي الاهلي في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا كبيره جدا والكل يعلمها، وده مش غريب عن الاهلي كابتن ربيع. لكن النهارده لما الوفد التنزاني يزور النادي الاهلي، ده برضو مش اول مره تحصل. في وفود سابقه عملت هذه الزيارات، يعني في زيارات كانت لوفود سابقه للنادي الاهلي كانت برضو للاستفاده من خبرات والانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي. طبعا يا استاذ، انت حضرتك النادي الاهلي قيمه كبيره جدا مش في مطعم وفي افريقيا. انت حضرتك جربي لما تسافر افريقيا مع النادي الاهلي في بعثه، هتشوف النادي الاهلي في افريقيا عامل ازاي، الناس بتستقبله ازاي، الناس بتتفرج عليه ازاي، الناس الملعب بيتملي ليه؟ عشان النادي الاهلي القيمه والنجوم الكبار، النادي الاهلي مدرسه في كل مكان، فالناس بتفهم طبعا، الناس بتفهم، الناس عاوزه تتعلم، الناس عاوزه تكسب، الناس عاوزه توصل اللي وصله الكيان. فطبعا يا استاذ احنا في افريقيا لو تشوف النهارده من اول ما نركب الطياره لحد ما ننزل لحد الملاعب تشوف الاجواء اللي بعيد استقبال والاجواء والاحتفالات طبعا. فالناس دي انا اقصده ان الناس فعلا بتجايه وعارفه النادي ده قيمه كبيره وانتصارات وروح، فعاوزه تتعلم فبتفهم، فعاوزه توصل للي عاوز توصله الكيان. فدي طبعا حاجه احنا بنشكرهم عليها، وهو ده الكيان الكبير ودي مكانته، بس هي بفضل الله ثم فينا كلنا باجيال النادي الاهلي المتواصله بالناس الرؤساء المحترمين بالجمهور الكبير بادارته كبيره بالامكانيات والتخطيط والنظام وكل حاجه كويسه، فهي منظومه كامله متكامله. يعني بنشكر ربنا عليها سبحانه وتعالى، وان شاء الله يا رب تستمر للابد يا رب. واحنا بنفرح باللقب يا كابتن ربيع، مش عايزين ننسى ان احنا عندنا بطوله مهمه. الرساله برضو اللي حضرتك توجهها للعيبه، واحنا مقبلين على خلاص يعني البطوله الافريقيه، احنا في العد التنازلي، حضرتك تقول لهم ايه ابرز نصايح حضرتك؟ يعني نصايحي طبعا ان احنا كلنا منتظرين افريقيا. افريقيا الملايين اللي بتحبكم وبتحب الكيان منتظرة بطولة افريقيا. انتوا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى ثم التزامك وتركيزك واصرارك ورغبتك في اسعاد الجمهور ورفع اسم الكيان هتيجي بالتعب والجهد. مظبوط. 180 دقيقة تعب وجهد وكفاح واخلاص وجري وتحملات وفنيات وجميع خطط كبيرة جدا. المدرب دوركم مع الجهاز الفني مهم جدا في اخراج ال 180 دقيقة الفنية. احنا منتظرين ومتفائلين وبدايلكم وفي ظهركم، وان شاء الله ان شاء الله البطوله الراضيه تبقى في النادي الاهلي بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله كابتن ربيع، واحنا فخورين ان كابتن ربيع كمان جزء وكيان من النادي الاهلي. كابتن ربيع ياسين من اللاعبين انا اللي تشرفت وزميلته في الملعب، يعني خلقا ولعبا احنا نتشرف كمان يا كابتن ربيع انك تكون واحد من ابناء النادي الاهلي، ودايما كده منورنا في بيت في بيتك في بيت الكبير في النادي الاهلي، ونتمنى لك انت كمان على المستوى التدريب وعلى مستوى المنتخب الشباب ان شاء الله كل التوفيق في المشوار اللي منتظر حضرتك في الايام اللي جايه. شكرا يا كابتن اهل، شكرا يا كابتن سام، منورين الدنيا ودايما الدرع منور الدنيا يا رب كده، والتوفيق والنجاح دايما. اشكركم كثيرا. شكرا يا كابتن ربيع ومبروك علينا.